نشكر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء على اهتمامهم بالقرى المحرومة من الخدمات. نشكرهم وربنا يقويهم على إقوام مصر. النهارده حاج رئيس الوزراء بيزور البلد عندك، دي حاجه ما حصلتش من 150 من مليون سنه. ان حد يجي يزور بلد، دي بلد مش على الخريطه خالص. كده وجود السيد رئيس الوزراء لزياره نوى دي حاجه تشرف الايوبيه كلها. طبعا الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الاول والمقام الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى. رئيس الوزراء بيفتتح عندكم مشروعات النهارده، انت رايك ايه في الكلام ده؟ والله دي حاجه كويسه جدا، الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا مبادره حياه كريمه بتنفذ عندنا مشاريع كويسه جدا، والحمد لله يا رب دايما في استمرار، وحاجه كويسه جدا والله.